فكرة حلوة قوي، لكن لن تستطيع استخدامها إلا إذا جالك عدو من خارج المنطقة. انت في عندك مشكلة وتم ضخمة. الاتفاق ان هو عدو بقى. وتم الاتفاق انه عدو، مش هيحصل خلافات. الجزائر تقول لا، العراق يقول لا، لبنان يقول لا. طيب خلينا نتابع جدا. طيب خلينا عفوا انا بس انا عندي اعتقاد ان السيد احمد ابو الغيط ممكن يكون اخر امين عام مصري للجامعة العربية، لان احنا بعد فترة هنزهق من ان كل شوية بيتم لو يدرعنا هتجيبوا عايزين امين عام من هنا، لا عايزين امين عام من هنا، ودويلة صغيرة تبدأ تضغط عليك. طيب خلينا ناخد القرار الاخر، وهو اعتبار حزب الله اللبناني جماعة او منظمة ارهابية. وفي اكتر من قراءة لهذا الامر، لانه العلاقات كانت تطورت بين دول مجلس التعاون الخليجي او دول الخليج ولبنان بعد الازمة مع المملكة العربية السعودية وايران. ولكن ذكرنا كده حضرتك من كذا سنة لما اتوضع الجناح العسكري لحزب الله اللبناني على اللائحة الدولية كمنظمة إرهابية، ايه اللي حصل كردة فعل من الدول العربية؟ فاكر لما كان في مشكلة مع مش عارفة اوتوبيس بلغاري وكانوا متورطين فيه ان هم اللي فجروه؟ بص يا حضرتك، هو قبل كده كان اتهم حزب الله بانه وراء تفجيرات حصلت للسفارة الإسرائيلية في الأرجنتين، وحاجات كتير صغيرة كده حصلت، لكن هذه المرة اعتقد انها بلا رجعة، لانه حزب الله احنا لما ظهر حزب الله كنا كلنا معاه. يعني حزب الله ظهر بعد الغزو الاسرائيلي لبنان في 82، اسسه الشيخ محمد حسين فضل الله، واسسه على اساس انه حركة مقاومة لبنانية، وهو اول من ضرب طلقة ضد القوات الغربية في لبنان لما فجر مقر القوات البريطانية والأمريكية وخد شعبية هائلة. وبعد كده لما دخلوا بعد كده ضد إسرائيل في الجنوب خد شعبية هائلة، وفضلت الشعبية تتطور إلى أن السيد حسن نصر الله بعد حرب 2006 بدأ يشعر أنه هو ليس زعيم فصيل في لبنان، وإنما هو زعيم لكل العرب وكل المسلمين، وبدأ يتحرك بشكل يعني خارج لبنان. انت عشان تبقى فصيل مقاوم ولسه ارضك محتلة، لسه مزارع شبعة محتلة، لسه لبنان بقالها اكتر من سنة ما فيهاش رئيس لبنان، يعني ومين اللي بيعطل اختيار رئيس؟ هو حزب الله. عندك مشكلة ضخمة جدا في لبنان، اكوام الزبالة اللي مش عارفين ينظفوها علشان خاطر حزب الله في الضاحية الجنوبية يقولك لا ما يتعملش مقالب زبالة هنا، والمناطق التانية مش عايزة تعمل مقالب، وبالتالي انت عندك مشاكلك جوه كتير. ما تروحش تورط نفسك في اليمن، ما تورطش نفسك في سوريا، ما تورطش نفسك في سيناء، ما تورطش نفسك في غزة. انا واحد من الناس كنت بحترم جدا حزب الله وحسن نصر الله، الى ان اعلنت الدولة المصرية يعني في اواخر ايام الرئيس المخلوع مبارك انه تم اكتشاف خلية الحزب الله في سيناء. أنا تشككت في الكلام، وقالوا إنه تم اعتقال شخص اسمه سامي شهاب بيقود الخلية. ما كنتش مصدق لغاية ما طلع حسن نصر الله وقال ده مجاهد وبيساعد الإخوة الفلسطينيين، بيساعد الإخوة الفلسطينيين في سيناء؟ هل واحد لبناني جاي من حزب الله هيعرف سيناء وأنفاقها وهيعرف غزة أكتر مننا وأكتر من الفلسطينيين على الجانب الآخر؟ وبالتالي بالفعل هو بيتدخل في كل مكان. تبعات هذا القرار يا استاذ اشرف تبعات على لبنان وعلى علاقه لبنان بالدول العربيه. على لبنان بقت سيئه، تبعات على لبنان. شفنا المملكه العربيه السعوديه والخليج اوقفوا الدعم لبنان، بدايه بالدعم العسكري وتسليح الجيش، وبعد كده الدعم الاقتصادي. في دول اوقفت زيارات ابنائها، في دول طلبت مواطنيها ينسحبوا. لبنان كان صناعة سعودية، صناعة خليجية بعد الطائف. بعد الطائف لبنان خرج مدمر، لكن السعودية هي اللي بنيته، هي اللي مولته، هي اللي سلحته، هي اللي قومته. دخلت إيران على الخط فصنعت من حزب الله دولة داخل الدولة. حرب بتاعة 2006 لم تكن قرار الدولة اللبنانية وإنما قرار لحزب الله. يعني لو نذكر أيامها سمير القنطار درزي تحول في السجن الى التشيع، وعدوا حسن نصر الله طالما انت تشيعت انا هخرجك.
راحوا عملوا عملية، خطفوا جنديين إسرائيليين، حتى كمان طلعوا جثث كانوا ماتوا. إسرائيل ردت، ردت بإيه؟ إسرائيل دمرت ربع لبنان وقتل فيها عدد ضخم وأسر. انت خدت قرار من نفسك انك بس تعمل شعبية عملية. الحزب كانت في الفترة دي في سبع سماء، يعني فكرة مواجهة اسرائيل وصواريخ تضرب الاقل باسرائيل. بص أنا معلش انا خليني اقطعك، احنا كل شعبياتنا، كل شعبية حركات مقاومتنا بومب، بمعنى انه انا ضربت صاروخين، خلاص ضربت صاروخين، ايه بقى المقابل؟ هل انت حررت حتة؟ هل انت طردت الاسرائيلي؟ واضح زي ما حضرتك قلت في البداية ان العقل العربي مأزوم. مأزوم. هو بس نقطة سريعا، هي مش موجودة على هامش مناقشتنا، ولكن من وحي اعتبار حزب الله منظمة إرهابية، هل تعتقد انه في رسالة ما قد تصل الى حماس من هذه الخطوة، خاصة انه هنا في مصر وفي المؤتمر الصحفي الاخير لوزير الداخلية في كشف ملابسات اغتيال النائب العام هشام بركات كان في اعترافات صريحة او اعلان صريح لضلوع حماس في مثل هذه الامور، ومرات سابقة الدولة المصرية اعلنت انه حماس يعني بتعبث او بتناهض الامن المصري او ما شابه. هل تعتقد انه في رساله ما ضمنيه قد تفهمها حماس في هذا الامر او في هذا السياق، انه ربما ياتي يوم يمكن اعتبار حماس كحزب الله؟ لا انا هقول لك على حاجه، انا هقول لك معلومات من غزه. هم متخوفين ان مصر تدخل عسكريا ضدهم لان هم بالفعل متورطين. خليني برضك انا في حاجه بحب دايما اوضحها، في فرق بين حماس وبين كتائب القسام. ما يقوم بهذه الكوارث هو كتائب القسام. حماس السياسية مشعل والزهار وهنية يمكن عندهم شوية سنس السياسة، عارفين قيمة الدول، عارفين قيمة مصر قيمة غيرها، لكن كتائب القسام قادة وشباب ما لهمش علاقة بالسياسة، تربوا تربية متشددة جدا، متصورين ان المنطقة كلها كفرة وانه تحرير القدس يبدا من تحرير القاهره ودمشق والعواصم العربيه، ولذلك ممكن يعملوا اي حاجه. وكل الاتهامات اللي وجهت ايديولوجيتهم واحده استاذ اشرف، يعني ايديولوجيه مشعل وغيره والمكتب السياسي، المكتب السياسي والذراع العسكري، يعني الفكر واحد، الفكر واحد بس التصرف او التعامل مع الاخرين مختلف. في فرق بين واحد متربي تربية عسكرية يعني شديدة، واحد عمل لي كده لازم أقطع إيده، وواحد بيتعامل بالسياسة. المكتب السياسي ممكن يكون واخد نفس الاتجاه مني بس ما بيعملش حاجة لأنه عارف أهميته، لكن التاني يقول لك لا ربنا هينصرنا، وعدوا لهم ما استطعتم، لا دول كفرة، لا هم دول اللي معطلينها. وبالتالي بالفعل أنا واثق تماما أن كل ما وجه لهؤلاء يعني نفذ بالفعل. وفي اكتر من كده، ما احنا كنا بنشوف بعد 30 يونيو كتائب القسام بترفع شعار رابعه، الاستعراضات، الانفاق اللي حتى اليوم يعني امبارح مباشره اعلنوا في غزه انه في عدد من الشباب مفقودين في نفق مع مصر. احنا عمالين نقفل الانفاق ونقول مش عايزين انفاق، انت لسه بتحفر انفاق، وبدأ يحفر انفاق بتقنيات مختلفة، انفاق جدران بدل ما هي الجدران الاول كانت طينية، ويقال انها بمساعدات تركية او مساعدات تركية، بتيجي مساعدات على انها مساعدات مدنية تركية وقطرية تستخدم في المباني، استخدمها ضدك في الانفاق ليه؟ ايه المبرر؟ احنا بنشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله يجمعنا لقاء اخر بحضرتك في الوقت يكون اكثر اتساعا ان شاء الله. الاستاذ اشرف ابو الهول الكاتب الصحفي رئيس القسم السياسي مدير تحرير الاهرام، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا استاذ اشرف، شرفتنا جدا النهارده. فاصل ونعود. انتهت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة خلال الأيام الماضية من استعادتها لطرح الشهادات الدولارية الجديدة، وأوضح مسؤولون بالبنوك الثلاثة مدد الشهادة التي سيتم طرحها تحت مسمى بلادي لتصدر لأجال سنة وثلاث وخمس سنوات بواقع عائد للأول يبلغ 3.5% و4.5% للشهادة مدة 3 سنوات و5.5% للشهادة مدة 5 سنوات، والاكتتاب بحد أدنى $100 للشهادة. ويحظر استرداد الشهادة أجل سنة قبل تاريخ استحقاقها، بينما يمكن استرداد الشهادة 3 سنوات بعد 6 أشهر من تاريخ الإصدار وسنة لشهادة 5 سنوات. وأعرب اقتصاديون مصريون
تجذب الشهادات الدولارية الجديدة مدغرات كبيرة مع اقتراب الصيف وبدء عودة المصريين لقضاء إجازاتهم بالوطن، لافتين إلى أن توقيت طرح الشهادة في يد وزيرة الهجرة. كما يسمح للمصريين العائدين من الخارج بالاكتتاب في الشهادة الجديدة عند عودتهم بشرط تواجد حساب أو وعاء ادخاري بالدولار قبل 6 أشهر. وكشف مسؤولون بالبنوك الثلاثة عن اتجاه لاختيار جهة تسويقية للشهادة والترويج لها في الخارج لضمان نجاحها وتفادي أخطاء عمليات طرح الشهادة المماثلة سابقا. كانت الحكومة قد طرحت شهادة مماثلة عام 2012 روج لها البنك الأهلي لصالح وزارة المالية، جذبت 400 مليون دولار قبل أن يوقف الاكتتاب فيها منذ سنة، وكانت بفائدة 4% لأجل 3 سنوات. الحديث عن أزمة الدولار مقابل الجنيه المصري، أو أزمة سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وأزمة السيولة الدولارية في مصر. طبعا الحديث حول هذه المشكلة استحوذ على اهتمام وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة، وأيضا فرض نفسه بقوة على الشارع المصري. بالأمس القريب البنك المركزي المصري اتخذ عدة خطوات وصفها بعض المحللين الاقتصاديين بأنها خطوات جريئة لمواجهة هذه المشكلة، وأيضا في ذات السياق لعل فكرة الشهادات الدولارية أيضا واحدة من الخطوات التي يراها كثير من المحللين الاقتصاديين أنها خطوة يمكن البناء عليها في المستقبل لمواجهة مثل هذه التحديات. عموما نفتح معكم هذا الملف الاقتصادي، وبطبيعة الحال سنتناقش في معظم هذه الأمور وأمور أخرى مرتبطة بحال الاقتصاد المصري وإنعكاساته سواء السياسية أو الاجتماعية. أرحب بضيفي الكريمين، دكتور هشام العشماوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية الأمريكية. أهلا بك دكتور. أهلا. أرحب أيضا ضيفنا الكريم الأستاذ ولاء مرسي المتحدث باسم اتحاد المصريين في أوروبا. أهلا بك أستاذ ولاء. مساء الخير وأهلا بحضرتك دكتور هشام. خليني كده بشكل عام أبدأ مع حضرتك، عن حضرتك ممثل لقطاع الأعمال، رؤيتك في الأحداث الأخيرة الاقتصادية والمرتبطة بشكل أساسي بعدم ثبات القيمة الدولار أمام الجنيه المصري، بالإضافة إلى أمور أخرى حضرتك اللي هتحدثنا عنها تقف عائقا أمام رجال الأعمال الاستثمار في مصر. أولا احنا يهمنا بالحديث الأول مصر، فاحنا جايين نتكلم عن مصر وتنمية مصر ومستقبل مصر. السؤال انا هعيد صياغته بعد اذنك طبعا، وده يو ار سو بروفيشنال وده شغل حضرتك، بس انا الدولار لم يقوى ضد الجنيه مع الاسف الحقيقه، الجنيه المصري تدهور، لان في نفس الوقت في العالم كله الدولار لم يقوى في اي دوله اخرى. فعايزين نقول بس الدولار مغليش، يبقى الامور واضحه، الجنيه المصري بيتدهور في اخر مثلا، عشان ما نلومش القيادة الحالية، في آخر 30 سنة. يعني أنا أذكر أما أنا هجرت أمريكا سنة 82 أنا اشتريت الدولار ب70 قرش، وسنس منذ هذا الوقت وأنا كل مرة ببيع الدولار أغلى. أما جيت عملت مشروع في مصر سنة 90 بعته ب2 جنيه و52 قرش، أنا فاكر الكلام ده، فنط من 70 قرش في 10